إن الحرس الوطني رمز من رموز صمود الوطن وشموخه، لذا فقد كان من المهم أن يعكس مجمع مباني الرئاسة الجديد دور الحرس الوطني الهام بدولة الكويت، وأن يعزز مكانته بالمجتمع الكويتي. اتسمت مباني الرئاسة بعدة مكونات تراثية أصيلة تبرز عراقة الحرس الوطني الكويتي وامتداد جذوره في أرض الوطن، فقد تم اعتماد أشكال برجية تعطي إيحاء بالروح السيادية والطبيعة العسكرية للمنشأة، والتي تحاكي القلاع العسكرية العريقة. المبنى مقسم إلى 3 وحدات أساسية، يتوسط كل منها فناء مغطى بسقف زجاجي يضمن وصول الإضاءة الطبيعية إلى عمق الإدارات المختلفة. منطقة كبار الشخصيات والزوار، تميز تصميم هذه المنطقة بالكلاسيكية والبساطة للإيحاء بعراقة المكان، ويرجع الاهتمام الشديد بهذه المنطقة لتستقبل الشخصيات الهامة ولتعكس هيبة وأهمية الكويت إقليميا وعالميا ممثلة في الحرس الوطني وقيادته. ديوانية كبار الزوار وقاعة متعددة الاستعمالات، حيث يمكن تقسيمها ل3 قاعات مستقلة عند الحاجة. مكاتب الضباط وقاعات الاجتماعات. تتميز هذه المنطقة بروح البساطة المعمارية الحديثة، حيث تتميز المكاتب بنوافذ زجاجية مطلة على الممرات توحي بالشفافية، وتعزز التواصل الدائم بين الضباط وقيادات الحرس الوطني لخلق بيئة مريحة للعمل. امتدت العناية في تجهيز المبنى والحرص على أدق التفاصيل لتشمل جميع القطاعات والمرافق من غرف للاجتماعات والاستراحات وصالات الطعام والأماكن المخصصة للصلاة ودورات المياه وجميع المرافق الخدمية. تم تصميم البنية التحتية لمجمع مباني الرئاسة، فقد تم تخصيص أماكن لمولدات الكهرباء ومضخات المياه لتزويد المباني بالطاقة، وتشغيل جميع المرافق التي تؤهل مباني الرئاسة للصمود منقطعة عن العالم الخارجي في حالات الضرورة القصوى. ومن الجدير بالذكر أن هذه المباني قد تم إنجازها وتنفيذها من خلال قيادة الحرس الوطني دون الاستعانة بأي جهة أخرى، لتكون تحفة فنية وروعة معمارية لتعزيز مبدأ التميز والتكامل وترسيخها لنهج الحرس الوطني في خدمة الوطن والمواطن.